حدثنا قتيبه حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروه بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجره عائشه واذا اناس يصلون في المسجد صلاه الضحى قال فسالناه عن صلاتهم فقال بدعه ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعًا إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه